من الأخبار يا سوريا، موجز لأهم الأخبار. أحكمت وحدة من الجيش والقوات المسلحة سيطرتها على 5 كتل أبنية في المشروع 1070 بحلب، وهذه مشاهد من الاشتباكات في الجبهة الجنوبية الغربية لحلب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 6 قاذفات تو 22 M3 بعيدة المدى وجهت ضربات مكثفة إلى مواقع تنظيم داعش في جنوب شرق مدينة الرقة وفي ريف الرقة الشمالي والشمال الغربي كذلك. وقالت الوزارة إن القاذفات الروسية التي أقلعت من مطار في الأراضي الروسية شنت ضربات باستخدام قذائف شديدة الانفجار ودمرت مستودعا كبيرا يحتوي على أسلحة وذخيرة ومحروقات قرب الرقة ومصنعا لإنتاج الذخيرة الكيميائية في شمال غرب المدينة وقاعدة كبيرة لتدريب الإرهابيين. أصيب 4 أشخاص بجروح جراء اعتداء إرهابي ما يسمى جيش الفتح بقذيفتين صاروخيتين على مناطق سكنية في مدينة دمشق في خرق جديد لاتفاق وقف الأعمال القتالية. وفي حلب ارتقى 4 شهداء بينهم طفل وجرح 3 آخرون جراء الاعتداءات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حي الحمدانية في المدينة. وكان إرهابيون استهدفوا الأحياء الآمنة في المدينة بعدد من القذائف أمس ما أسفر عن ارتقاء 15 شهيدا وسقوط عدد من الجرحى. جدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا التأكيد على أن الحوار السوري يجب أن يتم دون أي شروط مسبقة وأنه لا حل عسكريا للأزمة في سوريا. وقال دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الجانب الأممي ملح على إرادة الدخول في الحوار السوري نهاية شهر آب الجاري، معتبرا أن العمل الإنساني لا يمكن أن يكون مفيدا دون أن تكون هناك عملية سياسية. في فلسطين المحتلة أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عايدة شمال بيت لحم في الضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها تجاه الفلسطينيين في المخيم ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات بيت لحم. في سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا من بلدات متفرقة في الضفة ومدينة القدس. في خبرنا الأخير أعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل شرطيين 2 وإصابة 3 آخرين بجروح من جراء تفجير إرهابي انتحاري بسيارة مفخخة عند حاجز للشرطة في مدينة السماوة جنوب العراق. وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية أن إرهابيا انتحاريا فجر سيارة مفخخة في حاجز للشرطة في محافظة المثنى ما أسفر عن مقتل 2 من عناصر الشرطة وإصابة 3 آخرين بجروح. ختام الموجز، إلى اللقاء.